السلام عليكم. تقرر مؤخرا إعادة الأشغال نتاع ترميم ملعب قليعة، ترميمه وتوسيعه وتغطيته حسب التصميم الموجود عندنا في الصورة هذه، وذلك بعد تأخر، يعني كانت الأشغال حابسة لمدة 4 سنوات. للعلم فإن هذا الملعب يتسع لحوالي 12,000 متفرج عند انتهاء الأشغال، وإن شاء الله الآن الأشغال هذه تكتمل في بدون انقطاع، خاصة يعني عندما نعرف أن المنطقة هذه تاع القليعة تعرف نمو ديموغرافي كبير وتطور عمراني كبير جدا، في أحياء سكنية جديدة كثيرة، وتحتاج يعني الشباب هذا يحتاج لمثل هذه المنشآت. هو مش كبير، مش ملعب وطني، لكن يفي بالغرض، وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.